السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ شر طيبين، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم سلسله جديده ولعبه جديده، وهي لعبه جوست ريكون بريك بوينت. اللعبه ذي صراحه من افضل العاب عندي، نزل منها جزء قبل كذا عام 2017، صراحه كان من اجمل العاب يوبي سوفت، او كان نفسي صراحه انه يوبي سوفت يسوون جزء جديد، والحمد لله اخيرا سووا جزء جديد وباين عليه جزء جدا جدا جميل. فان شاء الله انا راح العب اللعبه كامله على صفحتي. اتمنى انكم تدعموني بضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب، واي دعم يجي منكم جزاكم الله خير، وشكرا لكم من كل قلبي على 10,000 مشترك، فرحتوني يا اخواني صراحه، الله يفرحكم. اتمنى توصلون دعمكم، ويا ريت كمان تكتبوا لي بالكومنت قولوا لي ايش رايكم لعبه جوست ريكون، خلونا نعرف رايكم. وبس ما اطول عليكم، خلونا نبدا اللعبه الجميله ذي بسم الله. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building a world. اوكي، هنا عندنا اللي هو انشاء الشبح الخاصة بك، يعني نظبط اللي هي الشخصية حقتنا. اعتقد نفس نظام اللي هو الجزء الماضي، كان بالبداية تظبط الشخصية حقتك. طيب خلينا نشوف تخصيص المظهر، اكيد راح نختار ذكر. والله الصراحة شكله كذا يعني ما هو سيء، بس خلينا نشوف كم ايش عندنا الوجه. والله الصراحة في خيارات مرة حلوة، يعني اوبي سوفت صراحة من أكثر الشركات صراحة اللي يبدعوا بالأشكال، يعني بتضبط الشخصية، فصراحة مرة يعني يضبطوا فيها، يبدعوا فيها إبداع كبير. هذا صراحة شكله مرة رهيب، عجبني كذا إنه شكله، عارفين كيف باين عليه إنه مرة ساطي. خلونا نشوف العيون. لا صراحة ما راح أزرق، خلاص خلونا نخليه أزرق. والله صراحة شكله كذا، أنا شايف يعني ما في أي شيء نضيف عليه. لا مزبوط كمان. اوكي راح نختار له اللي هو الشعر ذا، صراحة خليته يشبه بطل لعبة ولفنستاين بشكل كبير، بس صراحة مرة شكله ظابط. خلونا نشوف كمان ايش في عندنا هنا، اللي هو لون الشعر، خلونا نخليه، والله صراحة خلونا نخليه اسود. ايوه نشوف كمان ايش فيه. اوه يا الله، لا مرة بنحط له من شدي، خلاص يكفي العلامة اللي هي على خده، خلاص هاي تكفي، ما نبغى نخليه بزيادة، عارفين كيف؟ خلاص ان شاء الله حكيه تمام، نحط تأكيد. Come on!
Look. يا ساتر استر، احنا فين طحنا؟ طيب اسم المهمة اللي الحين عندها تفقد مواقع تحطم، لازم نروح لهناك. بس في البداية صراحة لازم اعالجه. خلنا نشوف كذا. يا سلام والله الطريقة صراحة اللي قاعد اعالج فيها نفسه مرة حلوة. شوفين كيف التفاصيل. ملاحظ صراحة انه الاسعافات يعني ما تنتهي. شايفين يعني باين انه اي وقت انصاب مداني اعالجه. شيء جدا جدا جميل. طب احنا ما احنا سلاح واحد غريب، سلاح الصغير تصيبه زي كذا. اسمع علينا ما علينا، خلونا نكمل. ما شاء الله والله مره سريع والله صراحه. جرافكس اللعبه صراحه جدا جدا جميل ما شاء الله. انا بدي اروح الموقع ذاك اللي هناك. ما شاء الله والله مره سريع. اوه باين هنا في عند الاعداء. خلونا نجي على هنا. فين فين فين؟ والله والله شنو الانفجار ذا؟ خلنا نقرب اكثر. فينهم فينهم؟ شفتهم 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 شفتهم. خلنا نقتلهم. يا خسارة ما ادري اول قتلته. اللي بعد اسرع قبل ما يشوفني. خربت ابو شافني. يا عيني عليك يا شيخ انهيه. الحمد لله انا هناهم. وناخذ رصاص معاهم. شي حلو الصراحة انك بس كي تعدي وعلى طول تاخذ رصاص. والله صراحة اللعبة يعني شكلها جدا ما شاء الله جميل. نجي على هنا نشوف الصندوق ده ممكن فيه شيء طيب. يا سلام عليك يا شيخ رشاش. طيب طب راح احط الرصاص انا. سبتها خلونا نشوف ايش فيه. تفاح صراحة يعني يوبي سوفت، شركة يوبي سوفت صراحة يعني تعجبني انه ما شاء الله دائما كل العابها ترجمة عربي. شيء جدا جميل صراحة. اشوف ايش عندنا هنا. الاشياء ذي اللي ابغى استخدمها انا. ايش يطلع الشيء ذا اللي استخدمته؟ والله ما ادري ممكن قنابل. خلونا نحط الاسعافات وخلوني كمان احط اللي هو ال يا سلام. خلونا نحط الرشاش. حلو حلو كذا صار معنا الرشاش الحمد لله. يا عيني عليك يا شيخ. طب الحين طلع لنا مكان لازم نروح له. نروح له. اسمع في اعداء هنا. والله هو في هنا. فينهم فينهم؟ هو لازم اواجههم. يا سلام اللي بعده. يا عيني عليك على طول. هناهم الحمد لله. احنا نروح المكان ذا اللي طلع لنا. والله صراحة شوف زي ما اقول لكم انا صراحة من اكبر المعجبين يعني بالعاب يوبي سوفت بالذات يعني صراحة لعبة جوست ريكون. هو كان في اكثر من جزء قبل كذا بس لكن صراحة انا الجزء الماضي اللي كان اسمه جوست ريكون وايلد شيء زي كذا صراحة يعني هو اول جزء لعبته كان صراحة ابداع يعني لعبته يعني بشكل مرة مرة كبير.
الزعيم الأخير اللي حاطط وشم صليب على وجهه لما تنهيه، صراحة يعني مرة كانت حلوة اللعبة. طيب طبعا في عندنا أعداء، وأكيد صراحة إنه حتى الجزء ذا يعني ممكن راح يكون يعني أحلى كمان من الجزء اللي قبله. يعني بسوفت أبدا صراحة ما عمره خيب الظن. طيب هنا عندنا أكثر من واحد، تمام عندنا حددته ممكن ننهي على طول. بقية شكلهم سمعوا، يا ساتر والله ما شايف أحد، شافوني والله ما أظن شافوني. نجي الدس هنا. الله لا ما ممكن تسوي كذا. كيف في عندي واحد هنا، انهيه. طب نهايته مسوينا ذكية بيجوني من هنا، بس خلينا نجيهم من هنا. انك الله ياخذ ابوك. اوه في واحد هنا، تطبق الاخير اظن ورايا. عشق عشق عشق، خربت ابوه ذا فينه. خلونا نجي له من هنا، يكون جو. اوه هي يا عيني عليك. خذ الاشياء اللي هنا، خذ لبس جديد. خلونا الحين نروح الموقع التحطيم اللي هنا. يا ساتر بين هنا حتى هليكوبتر كانت متحطمة. Some of you have got to be alive. إن شاء الله هنا في واحد عايش. Stormcloud 1-1, this is Weaver. Come in, over. This is Weaver. Come in, over. Anything? Ugats. Contact! Contact! Joey Weaver. يخرب بيت أبوه، هذا مين اللي قتلهم ده؟ منطقة خطرة. What the hell are you doing? أوه والله دولي ما أظن إنه لازم أواجههم دحين. شايفين فوقهم علامة جمجمة، يعني واضح صراحة إنه ما نقدر نواجههم إلا والله باين هذول ما نواجههم دحين. خلنا نستشرد من هنا، باين حتى اللعبة يعني يقولوا لك يعني هذول ما تواجههم دحين. أعتقد قدام باللعبة نواجههم، بس لكن مو دحين لسه صراحة ما مرة جامدين. دحين في مكان هناك لازم نروحه. عندنا كم واحد هنا؟ حددتهم. كيف عندنا اثنين؟ خلنا نبدأ صيد البعيد ذا. اللي بعده يا عيني عليك. شايفين حتى في نقاط XP باللعبة دي، فانه تقريبا في اكثر من ليفل. الشيء ذا صراحة على ما افتكر ما كان فيه ممكن الجزء الماضي. والله ما ادري صراحة الجزء الماضي انا مرة لعبته زمان. خلنا نحدد ذولي، هنا في اثنين. كلنا بسجع لهنا. ان شاء الله مقدور عليهم. اللي بعد عبد العزيز، يا سلام عليك وعلى شغلك النظيف. بس لسه باقي، ما ادري هذول اللي قدام سمع صوت الرصاص ولا لا. اوه لا يا عبد العزيز ليه طلقت هنا؟ كثيرين والله، مره كثيرين هنا. اعتقد بدنا نشرد من هنا. لا باذن الله ما يشوفوني. والله صراحة مرة كثير، على بال اثنين ثلاثة بس. طلعوا صراحة جيش. يعني أنا كل اللي علي بس إني أوصل هنا المكان ذا اللي قدامي. خلاص خلونا نروح له دحين. أقول لك ما في له نفس. أجري 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 اللي نروح فيها أجري. طب هذا آخر مكان من الأماكن لازم نروح المحطمة. نشوف هنا إيش فيه. Mayday. Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend.
I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost lead, you can chase the white rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost lead out. اوكي هذه اللي دوبنا كنا نكلمها دلتنا على مكان لازم نروح له. بس بالبداية خلينا نشوف هنا في صندوق نشوف ايش فيه. ممكن سلاح طيب. يا سلام سنايبر يا رجال سنايبر. بس اخذ الاشياء اللي هنا. خلينا الحين نحط السنايبر. والله صراحة المنيو ما شاء الله شكله مرة حلو. هنشوف هنا ايش فيه. نبغى لو نبغى نظبط الملابس حقته والاشياء هنا. خلينا نشوف الدرع بدنا نغيره. غيرته انا؟ اه الا والله تغير والله. خلاص خلونا ايوه خلونا نخلي ذا. خلونا نروح المكان المطلوب. والله صراحه بيئة اللعبه ما شاء الله يعني جدا جدا جميله. شوفوا كيف عالم اللعب والله ما شاء الله ابداع بمعنى الكلمه. وكم واحد عندنا هنا؟ والله كثيرين صراحة. أنا بس كل اللي أبغاه يعني مركب من المركبات حقتهم دي. هنا فيه يعني هنا ما فيه. خلنا نجعل هنا نجعل الجهة دي اللي هنا. خلنا نحط رشاش أفضل. يا سلام شوف الطريق كيف والله صراحة يعني بسوفت ما شاء الله. يعني دائما صراحة شغله نظيف. نروح المكان اللي طلع لنا ذا. ما هو مرة بعيد الحمد لله. ويلي لك التبع هنا في اعداء. شو بدنا نعدي من عندهم؟ خلاص ما شافونا. بصراحة زي ما اقول لكم الجزء الماضي لعبته صراحة مرة كثير وختمته. كان ابداع كان اعتقد بامريكا الجنوبيه على اساس انه كان بامريكا الجنوبيه. ما ادري بالبيرو ما ادري بالفنزويلا صراحه ما ادري فين كان بالضبط. بس كان على اساس انه بامريكا الجنوبيه. كان ابداع بمعنى الكلمه صراحه. ابدعوا صراحه يعني بشكل كبير. يعني هم ما سووا جزء ثاني من اللعبه دي او جزء جديد عشان هي لها اكثر من جزء. الا يعني انه الجزء اللي قبله كان جدا ناجح صراحة. يعني لما شفت الإعلان لما أعلنوا عنها إنه في جزء جديد يعني مرة صراحة كنت متحمس. أوخ نصر اللي هنا يا عيني عليك. بصراحة الحمد لله أخيرا اللعبة نزلت. أنا أكيد إن شاء الله راح أختمها كاملة. الحين وصلنا المستوى الثاني. زي ما توقعت اللعبة فيها أكثر من مستوى. في عندنا نقطة واحدة من نقاط المهارات. يا الله شايفين الشلال كيف ما شاء الله. إن شاء الله راح نستخدم المهارات. بس بالبداية خلينا نروح المكان ذا اللي طلع لنا. واضح انه فوق. حتى السواقة صراحة مرة سهلة. اوكي خلونا نوقف هنا. وخلونا نستخدم اللي هي المهارة. عندنا نقطة من نقاط المهارات لازم نستخدمها. يا سلام ايش عندنا هنا؟ عندنا المسعف الميداني بينقسم كامل. في عندنا هنا اللي هو المهاجم. خلينا نرمي القنابل. عندنا هنا النمر. خلينا نشوف النمر كيف. اعتقد النمر يعني اللي هو بالمواجهات. شوفوا كيف تطلق عليهم وتخش فيهم. خلينا نشوف القسم ذا اللي هو القناص البارع بين حق السنايبر. والله صراحة مهارات ما شاء الله مرة كثيرة. شايفين كل قسم تفتح وتقريبا تفتح له مهارات من هنا. ما شاء الله مني مرة كثير. راح افتح صراحة اللي هي حقة المهاجم. القنابل صراحة جدا مهمة. وخلاص ما معنا اي نقطة مهارة. بس ان شاء الله مع الوقت راح نفتح. هنشوف اذا ما ادري اخذها. ايوه اخذناها. طب احنا خلينا نجي على هنا. اقدر ادخل من هنا؟ اكيد مداني. Stop right there.
Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. طب باين المكان اللي دخلناه زي المكان كذا يعني المنطقة الرئيسية يعني زي لعبة ديفيجن لأنكم تتذكروا لعبة ديفيجن يعني تروح المقر الرئيسي وتشتري الأسلحة. يا سلام ما شاء الله شوف المكان ذا ما شاء الله قديش جميل شوف كيف والله صراحة مرة مكان جدا حلو. فدحين نجي هنا باين ذا لازم نكلمه. You boys all right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? Goddamn. My mind's blown. Yep. I'm their friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our labs, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago of Aroa went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, the choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. Mm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, let's see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. اوكي هذول خلاص كلمناهم الحين في عندنا واحد خوينا هنا على حسب كلامه مصاب اعتقد لازم نروح نكلمه نشوف ايش فيه وهنا ممكن لو تبغى تلعب مع الناس عارفين كيف تجي تلعب معاهم صراحة الجزء الماضي كان معك ثلاثة يعني الكمبيوتر كان يساعدك وكان معك ثلاثة دائما يتبعوك ما ادري صراحة يعني بالجزء ذا خلوها يعني بس اللي هو اللعب الجماعي مع الناس اللي هو الكواب قصدي الملتي بلاير بس لكن الجزء ذا صراحة ما ادري يعني اذا معك ثلاثة يساعدوك يعني الكمبيوتر معاك يساعدك ولا بس اللعب الجماعي صراحة ماني متأكد ما ادري ممكن قدام يعني باللعبة راح نعرف دحين خلونا نجي لذا نكلمه هو
Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver... Hey, just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. طيب خلاص كلمنا ذا ومكتوب اكتمت المهمة. الحين باين اننا طلعتها مهمة جدا. بس شوف الاشياء اللي جاتنا، جانا منظار وجانا حوالي مياه وطائرة آلية، اشياء صراحة مرة كثيرة. الحين خلونا نشوف المهمة ذي ونثبتها. يقول لي تحدث الى شولز، مع ان الحرمة ذي كانت تكلمني، قلت بعد ما تكلم هذاك يعني ما ادري بتكلفنا مهمة حتى هي، ما ادري بتورينا المكان، ما ادري صراحة. الحين خلونا نروح ونكلم هذا شولز، عشان يعني هو اللي طلع لي يعني انه اللي عنده المهمة الرئيسية. نكلمه. How's your pal? Holding up. Thanks for looking after him. You heard anything about a Lieutenant Colonel Walker? That the guy that works with the troops call themselves the Wolves? He used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. You got a mean look in your eye. You got big plans? You know how I can get off this island? Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. I'm not running, Mads. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fond of the idea of a bunch of squids running around our island. Well, there are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case... Look, I'll be straight with you. We know that we're no match for former Spec Ops. So some of our friends, homesteaders and Skell employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. وكان هو خلاص احنا على اساس قلنا فين اللي هو القوارب. طلعت لنا مهمه جديده، احنا قلنا نغادر من هنا، لازم اغادر من هنا بالبدايه.
هو اعتقد قال لنا فين المكان حق القوارب. خلونا نبدا يخرج من هنا. احنا الحين كل علينا نروح المكان ذا. المكان ذا في ناس لازم نحميهم. اوكي الحين خلونا نغادر من هنا. بين هذه بعض التعليمات. خلاص خلاص ان شاء الله حكي تمام. بس اعتقد عندي نقطة واحدة من نقط المهارات على ما اعتقد. الا والله في عنده نقطة واحدة من نقط المهارات. هنحطها كذا شوف. لا والله ما في نقطة باين. بس الاشياء ذي بيوروني هي. لسه ما عندنا اي نقطة. بس ان شاء الله مع الوقت راح نجيب مهارات كثيرة. دحين خلونا نروح. طلعت لنا مهمة. خلونا نروح لها. لا والله يا مرة بعيدة. بس الحمد لله هنا فيها الكوبتر ونركبها. يا سلام والله صراحة راح تختصر الطريق. شوفوا كيف صراحة اللعبة والله صراحة ابداع ما شاء الله تبارك الله بمعنى الكلمة. طيب هو ذا المكان اللي نبغاه. انا بس اجي اوقف هنا. انتبه انتبه عبد العزيز انتبه. نقرب زيادة كمان هنا. خلاص يوم ان شاء الله حكي تمام. ننزل نروح للمهمة اللي عندنا هنا. والله صراحة ما ادري هنا في اعداء ولا لا. والله ما اظن في اعداء عشان مرة بالخريطة ما طلع لي شيء. وصلنا المكان المطلوب. تحدث للمزارعين. خلونا نروح نكلمهم. Dad? Don't hurt us, please. لا 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 مرة مرحة هذيك. بس خلينا نكلمك. I'm not gonna hurt anyone. Mad Schultz sent me. You don't look like homesteaders. Well, I work for Skelltech. Mads is a friend. When Sentinel started arresting people, he helped us out. Why did he send you? My chopper got to this island from a Navy ship just a few dozen clicks off this coast. I can get these bolts back to that ship, then I can come back here with help. Well, certainly sounds better than taking a boat all the way to Auckland. What happened to your chopper? I'm still working that out. You leave it someplace? Yeah. Maurice Fox, and this is my daughter, Harmony. It's nice to meet you. Call me Nomad. You know, we met another soldier. He said his name was, Hill. Josiah Hill? Is he here? No. He helped us get around some of Sentinel's men, but he was injured. Well, not badly. We left him at this, fishing building area thing. I actually think I know what you're talking about. I'll pick him up after I get back. ساتر ايش الشيء ذا اللي دمر السفينة. Shit. More bad guys. More bad guys. Everyone take cover. والله والله في اعداء هنا. يا ساتر انزل انزل انزل. نحط الطيارة كذا نشوف. والله والله هذول شايفين لي جايين يجري الله ياخذهم. لسه بتكتك وبقعد اعرف فينهم. انا على طول جايين فيني. اشك والله باين لسه فيه. فينهم يا لطيف. في دفعه كمان بتيجي يا حبيبي. خلاص تقولوا لي حط الطياره مو لازم احطها. طب هنا في عندنا اثنين اللي بعده. يا الله في هنا. ويدك اشك اشك اشك. خربت ابوكم كلكم. جيلي هنا. اللي بعده اللي بعده. تطبق الاثنين هنا بس. هيا هيا هيا.
ربيتهم يا تخلين على طول جري كذا. يا ساتر استر. ان شاء الله خلاص قدرنا عليهم. اخذنا سلاح جديد. خلاص خلاص ان شاء الله احنا كذا بالسليم. نجي هنا ونكلم اللي هو ذا فوكس. What the hell was that? Give me a minute. My God. Those people. It must be a new security programmer. Holy flying cow. My guess is nothing could come to or leave this island as long as it's on. That must be what brought down my chopper. I want to go home. Me too, kiddo. Listen, you have to get these people and you have to get out of here. What? No one is coming to save you and there's no ambulance on the way. You have to run. You have to get to Erewhon. Okay, yes, yeah. Are you coming with us? I'm gonna find my friend Hill. That fishing building you left him at was a fallback point. There may be other soldiers. Good luck. يا سلام وصلنا المستوى الثالث. تمنا المهمة دي. ويلك الأعداء والله صراحة شيء جدا غريب يعني كانوا يجون لنا هنا كلهم. يا الله الحمد لله قدرنا عليهم. خلاص اكتملت المهمة الحمد لله. دحين على أساس إنه في مهمة حقت اللي هو خويه هيل لازم نروح أعتقد ونقابله. مهمة جديدة. مدري هي هذه المهمة اللي على أساس نقابل فيها خويه هيل. صراحة ماني متأكد. خلونا خلاص نروح للشيء اللي طلعنا دحين بين المهمة دي لازم نروح لها. بس لكن خلوني كمان أفتح اللي هي المهارة. في عندنا مهارة جديدة. في عندنا كمان سلاح جديد بس صراحة السلاح اللي معاه يعني مرة شايفه قوي. دحين عندنا هنا بس خلونا نفتح مهارة هنا. خلونا نفتح مهارة النمر. خلونا نفتح مهارة اللي هي القناص. نتكلم عن نقطتين. وخلوني كمان غير السلاح. عندنا سنايبر جديد كمان ما شاء الله. والله صراحة شايفين أضعف بكل شيء فما راح أغيره. أشوف السنايبر. هذا مو سنايبر طب الثاني. هنا جاني شيء جديد. خلاص خلاص ما أظن. ودحين اروح للهليكوبتر واروح للمكان اللي طلع لنا ذا. اوكي هو ذا المكان اعتقد اللي راح نلاقي فيه خويه اللي اسمه هيل. خلينا بس ننزل نحط الهليكوبتر هنا. انا صراحة مرة ما ابغاه تتدمر عشان صراحة يعني قاعد تساعدنا بشكل كبير وقاعد تنقل يعني بشكل اسرع. انا اروح له دحين وانه هو بالبيت ذا. بصراحة نتمنى انه اللعبة يعني راح تقدم لنا اللي هي التجربة يعني اللي الكمبيوتر بدأ يساعدك معك اكثر من واحد يساعدوك زي الجزء الماضي. بس لكن ممكن يعني لازم بالبداية نجمع التيم عارفين كيف حبة حبة بعدين خلاص يصير معانا اللي هم ثلاثة يساعدونه. Hey, Red Queen. White Rabbit. Nomad? Josiah. Holy shit. Nice to see you're still above ground. Anyone else from your chalk? A few. Who were scattered. Man, we sure screwed the pooch on this one. Thank you.
Josiah. I saw Walker out there, hunting down our soldiers. You saw who? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Here. Fighting our guys? There's no way. اوه ما شاء الله اللعبة فيها اشياء زي كذا. الخيارات دي اللي نختارها في عندنا يجب تصديق هذا. ووكر خاين. هذا ما رأيته سيدفع الوغد ثمن ذلك. خلونا نقول له الخيار ذا. He's turned on us, man. There's no way for our people to die. I guess duty and honor are going the way of the dinosaur. So what's your lay of the land? Either Walker sank that cargo ship, or someone he was working with did. Look. وهنا عندنا اللي هي التحريات. حصلت للتو على معلومات. يمكنك حسم التحري. ها هي إجابة السؤال المعلق. اها اللعبة باين فيها كمان نظام اللي هو لا 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 يعني لا 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 اكثر من دليل تجمعه بعدين خلاص تحل كل شيء. خلينا نحط حل نشوف. Jay Skell sunk that cargo ship. Damn. Everything that happened here is cuz of that prick. I'll locate Jay Skell. I met some Skell Tech employees. I'll see what they know. I'll try and round up more survivors. We'll link up at RP Delta. Sounds good. طيب خلاص بين خوينا ذا كلمناه اللي هو هيل. خلنا الحين نروح للمهمة دي الجديدة اللي طلعت لنا. بس بدي خلنا نروح للهليكوبتر حقتنا. ناس هتعرف في أعداء قريبين منها. والله والله مرة قريبين. الله يستر والله ما شايف أحد إلى الآن. فينك من الذين شفت شفت شفت. والله ما أظنهم قليلين. ثلاثة. أنا خايف يطلقوا علي ار بي جي ولا شيء يخربوا لي الهليكوبتر حقتي. قيادة قيادة. سادعس. خلاص إن شاء الله ما شافوني. الحين خلونا نروح للمكان ذا. يقول لي تحدث اللي الى شولز. اعتقد شولز ذا اللي بالمقر الرئيسي. خلونا الحين نروح نكلمه. الحين خلونا نزعل هنا. هو يقول لي يجمع معلومات ان شخص اسمه سكيل. باين بالبدايه لازم نروح للي هو شولز ذا نكلمه. الحين ننزل. بعد تكلمنا راح ناخذ معلومات يعني نستفيد منها عشان هو يقول لي جمع معلومات. فراح نبدا باللي هو شولز اللي هو كمان المسؤول على المكان ذا. خلينا نحاول نروح نكلمه. We found safety here. Don't ruin that. اوكي هو ذا شولز. خلينا نروح نكلمه نشوف المعلومات اللي عنده. في عندنا هنا المهام الجانبية. لا ما نبغى مهام جانبية. Mads, did the folks from the beach make it back? You mean the survivors? I knew some of the people on that boat since they were babies. I saw them take their first steps. I did my best. Your best? We were supposed to have a ship. Marines. And all we got were bodies washing up on the shore and some grunt twisting in the wind. Mads, this grunt did save a whole lot of us. But my daughter, it's not a small thing.
I know. But it ain't enough. Not with these odds. This isn't over. I found my friend Sergeant Major Hill. We've got a plan to go after Jay Skell. If we can stop him, take control over the drone. Hold on, hold on. You think Jace is behind this? You're wrong. He's a good guy and my best friend. Sentinel took over the island. Follow me. I have evidence. Well, I got more immediate problems. My people have to prepare for the long haul. You gonna lend a hand? All right. But finding Skell is my priority. خلاص كلمنا ذا. اعتقد احنا الشخص الثاني ذاك كمان لازم نروح نكلمه. شايفين نقدر نتحدث الى فوكس. نروح نكلمه. يعني احنا دحين قاعد نجمع معلومات كله عن الشخص هذاك اللي اسمه سكيل. ان شاء الله بالنهاية لا يعني راح نعرف فينه. راح نلاقيه ان شاء الله. صراحة المكان ذا الرئيسي جدا جدا جميل. يعني نظام اللعبة صراحة صار يشبه شويتين نظام لعبة ذا ديفيجن. نفس النظام يعني كذا مقر رئيسي وتشتري منه الأسلحة وتسوي كل شيء. وهذا الشيء صراحة شيء جدا حلو. خذ الحين نكلم ذا نشوف ايش عنده. خليني اسأل السؤال ذا. ايوه. Alright, Fox. What have you got? I'm telling you, Jace is not behind this. Someone on the inside, this, he sent me the video of the guy in charge of Sentinel. That surf on the south coast looks rough as shit. Don't curse. Seriously? Stone is gonna find any employee who curses? Ask him yourself. Captain Gibson. Captain Coleman. That's the two soldiers I wanted to see. Mr. Stone. Operation Citadel is an outstanding success. No communication of any kind is leaving or coming into the island. The drone perimeter is active. And while Miss Puri is out there winning hearts and minds, you lot are going to root out the troublemakers. Captain Coleman, I want those homesteaders under control. There's a cutting-edge technology that I'd like to exploit. Sounds perfect. Captain Gibson, take care of that terrorist bomber and those outcasts of hers. And we know there ain't many left. But they're in your AO. Find them. Squash them. Sir, are the holding facilities complete? I said squash them, not capture. Don't y'all just love being in the South Pacific? The way the ocean breeze carries that scent of jasmine reminds me of Savannah. Hey, y'all enjoy yourselves out there. If you see a ghost from one of those choppers, shoot on sight. Clearly, Jace is not behind it. Look, even if only Sentinel's behind this, it means your pal lost control of Aroa. He sank that cargo ship, and I still have to find him. He's the only one who'll know what to do. Fine. Screw it. He has a villa hidden in the hills. The door code is 120386. Just give him a chance. That's all I ask. اوكي الحمد لله دلنا على مكانه. دحين عرفنا فين مكانه اللي هو سكيل. خلونا نروح له دحين. اعتقد بالبداية لازم نطلع من هنا. ايوه شايفين المكان مرة مرة بعيد. دحين نطلع من المكان الجميل ذا نروح المكان اللي دلنا عليه قال لنا في عنده بيت اللي هو سكيل ذا. خلونا دحين نروح لبيته.
خلينا نشوف متجر ماريا ايش عندها. رؤيه المتجر خلينا نشوف. ادري هو انا معي فلوس. خلينا نشوف المتجر. نبغى نشوف المتجر احنا. اوكي ايش عندنا بالمتجر ورونا. I've got all the best stuff. يا سلام والله باين عندك اشياء مره طيبه، بس لكن صراحه شايفين كل شيء اضعف. هذا تقريبا اقوى شويتين صراحه والله. خلنا نغير هذا سنايبر. ها لا ما ابغى سنايبر انا والله صراحه. اسلحه يعني نعرف شو اختار. هذا تقريبا افضل واحد ذا، بس صراحه ما هو افضل من اللي معانا. خلاص ان شاء الله حكيت تمام. هون دحين نروح المكان ذا اللي حددوا لنا اياه. اوكي هو ذا المكان، يعني المفروض انه عنده هو فيلا هنا اعتقد. هذه هي واللي قدامنا ذي، ما ادري انزل على طول على فوق. الله احس فيها اعداء واعداء مره كثير والله. ما ادري فين انزل صراحه والله. ما ادري فيلته فين بالضبط كمان ما ادري. خلنا نجي على هنا، نوقف فوق كذا بعد عنهم. طب خلاص انا ذهبت للمكان. تفقد مساكن وادي لونج. طب احنا لازم نتفقد، لازم ننزل ندور الاخ بيته فينه. يعني في اكثر من بيت. هذول لا تقول لي اعداء هذول. خلينا نشوف كيف ندرك الوضع. نشوف كذا عندنا واحد، عندنا هنا اثنين. خلينا نرفع على فوق عشان يشوفوها. وعندنا ثلاثة هنا. اوكي هذول ان شاء الله مقدر عليهم. نشوف الجهة دي اللي هنا في اعداء. لا والله في هنا. فينهم ذولي؟ فينهم؟ نجي على هنا نشوف. وينهم بالبيت ده؟ اعتقد انه هذا هو البيت عشان شايفين هنا مرة كثيرين. حدد لي ذا. اوه شوف الطيارة ذي، هذا شافت لي مشكلة. اوه هنا في عندنا اثنين، ثلاثة هنا. والله يا مرة كثيرين. ان شاء الله راح اقدر عليهم كلهم. هنا في احد. نشوف هنا. جهة ذي طيب اللي هنا. الشيء ذا اللي يشوف هنا ذا اللي قاعد يطير. خلاص ان شاء الله حددتهم كلهم. خلينا الحين نرجع نخش فيهم. تن سنايبر الله يرضى عليك. اوكي بدك تسوي كذا. والله ما يمدي اللي تخليه ياخذ النفس. طب ذاك تهلته. ما هي ياخذك تشرد ليه؟ تشرد ليه؟ طب في واحد هنا. والله مرة صعب اصيده وهو جاري كذا. والله دي ما جت فيه. خلونا نقرب. فين اللي هنا؟ اوكي في واحد هنا بعيد. اثبت يا ابن الذين اثبت. والله من دس ما يمدي اصيده من هنا. يا ابن الذين والله من دس صح. خلونا ننزل لهم نتفاهم معاهم. لا الكل عرف. ما علينا اصلا نبغاهم يعرفوا. انا كلام خيس انت. هي اوكي نهايته ذا اللي هنا. كان مدس بس قدرنا عليه. في واحد هنا بسرعة راح اخش فيه. انا ما ادري كيف انت راح تطلع لي. انا اقتله من هنا. والله ما ادري مداني ولا لا. والله مداني. اوكي نهايته الحمد لله. لكن لسه فيه. قاعد يدور علي الله ياخذهم. اوه لا هذا واحد مسالم. هذول دوب قتلنا. فين؟ الله ياخذ ابوك. طب نهايته الحمد لله. اقول اضغط R1 وال1. جرب اضغطها ايش يصير؟ والله ما ادري ايش صار له. فينهم؟ انا الشيء ذا اللي قاعد يطير. خلنا نطلق على ذا. اوكي حطمت الحمد لله. طب دول لازم انتبه ما اقتلهم.
لسه في كمان عشك 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 والله ما ادري فينهم. والله هناك في اكثر من واحد. لا 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 الا والله هناك في واحد. نرجع لهنا ونشوف. والله هم بينهم كثيرين هنا. والله والله خربت ابو ذا سنايبر. طب في كم واحد هنا؟ هي هي هي. اوه في واحد وراك، في واحد وراك. راح ناخذ ابوه. احنا اثنين هنا. يخرب بيته ذا ما يبغى يموت. نهيته نهيته الحمد لله. اوكي اوكي في كمان واحد هنا. وال طاح 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 معلينا. نروح هني بسرعة. حيب الموت تموت. خلاص نهن. انت ما تبغى تموت انت امزح معاك انا. ناخذ رصاصة معاهم. طيب طيب خلنا نرجع لورا. انا لسه فيه. اوكي اوكي في واحد في واحد جنبي هنا. فين البقية؟ طب هنا عندنا أكثر من واحد. خلينا نحط الطيارة وشوف. في واحد هنا شفته شفته. نروح بسرعة ننهي. كلكم مدسين على الذين. خلينا نروح أخش فيه. طب طب نهايته نهايته الحمد لله. شوف ذا اللي هنا الشيء ذا لازم احطمه. هي هي المفروض تتحطم دي. علينا معنا خلاص ممكن شغاله. والله هو باقي لنا كم واحد بس وخلاص يصير ندور بالمكان ذا على راحتنا. هذا فين ذا؟ اظنه فوق. شفته 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 سنايبر الله ياخذه كان. فين فين فين؟ كيف في واحد هنا؟ يا عيني عليك خاص بانه كان الاخير. اوكي نهناهم كلهم. خلنا ندور ذا فين بيته. نشوف ممكن ذول اللي هنا لازم هم محددين لي شيء هنا ممكن لازم اسويه. نشوف ذا ممكن لازم اكلمه. هلو. No need to fear. ايوه خلنا نسأل عن سكيل فين بيته. Would you happen to know where I can find Jay Skell? I don't know anything more. Thanks. Take care of yourself. طب حددوا لي مكان. احنا ما ادري كيف حددوا لي اياه وهو يعني ذا اللي كلمناه قال ما انا قال انا ما اعرف اي شيء. بس لكن خلاص بقينا عرفنا مكان البيت فينه. خلنا نروح الحين للبيت. ما اعتقد صراحة انه في اعداء البيت عشان خلاص قتلناهم كلهم. خلونا احنا نروح. ممكن ذا مو البيت ممكن لسه في احد لنا لازم نسأله. Hello. I'm looking for Jay Skell. Fox asked me to help him. Is he at the villa? I don't know. He used to work in his basement office. There's an entrance by the tunnel. Is Dr. Fox okay? Is Harmony? You're safe. Thanks for your help. This is all I know. Thanks. Much obliged. طب هذا دلتنا عليه. خلاص عرفنا فين مكانه. كانوا الحمد لله ما هو مرة بعيد. خلنا نروح له. بدك تطلع من هنا. إن شاء الله بدأ يطلع من هنا. أكيد مداه. أيوه خلاص مداه. ها والله بيته لسه بعيد يعني عن المكان اللي كنا فيه. فاعتقد يعني بما انه يعني بعيد عن المكان اللي احنا كنا فيه ممكن احنا راح نواجه اعداء. طب ندخله من هنا. وش المكان ذا؟
خلنا نحط القنابل، انا ماني حاطط اللي هي القنابل، انا بس احطها هذه قنابل ذي قنابل غازية. خلاص ايوه خلنا نحط ذي. اوه هنا في اعداء زي ما توقعت، صعب احط الطيارة هنا. خلنا نشوف هنا ايش فيه. والله باين في اعداء واعداء كثير كمان. شخت ها اخذ له جزمة جديدة. هنا ايش فيه فتح؟ اوه هو اديني رقم سري، ان شاء الله ما يستنى مني اني اتذكره. والحمد لله خلاص هو فتحه. ما صراحة بحاول اخذهم على الهادي، بس يعني متأكد انه ما راح يكون شيء سهل. اوه شفت 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 في واحد هنا، حدد لي اياه الله يرضى عليك، حدد لي اياه، حدد لي اياه هو ذا. لا ايش رايكم راضي يحدد؟ حدد يا حبيبي هو ذا. هنا ما يمدي العدي. You wanna be a petty thief? Do it on your own time. هذول فين؟ Don't let me hear about it. Do your job. اخ انت هدي هدي. سريع. ادي يا عيني. هنا على الهادي. ان شاء الله ما حد سمع. والله ما ادري، ان شاء الله ما في حد قدامي الحين. شوف الصندوق ذا بس على السريع ايش فيه، ان شاء الله ما حد يشوفني. قفازات جديدة. المكان اللي نبغاه فوق هنا. هنا في احد. والله شايفين شايفين اللي فوق. شوفوا ذا كيف قاعد ينزل مع الدرج. خلينا نستنى يجي. ولا لا الشيء ذا اللي يطير ما اظن بخربه واخش فيهم. لو ذاك بس ما يلف. لو ذاك ما يلف بس. ابتسر هي يا عيني عليك. ما حد سمع شيء، ما حد سمع شيء. مشكلة الشيء اللي فوق ذاك يطير، صعب انه يعني اخذه على الهادي. هنا مدى عدي، والله ما مداني. الطريق الوحيد على فوق. ولا 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 يا الله لا تعصب كذا يا لطيف. مدى مدى اللي مع المدفع، يخرب بيت ابوك انت ايش تطلع يا عيني حلك نهج. ولا مع شتقن عبد انتبه. عشق عشق عشق، اهم شيء لا احد يجي من وراي. فين فين الشيء ذا؟ ننهي بسرعة. أثبت ابن الذين أثبت. طب إحنا خلاص راح ننهي. بسم الله ونعم الوكيل. هيا هيا. دمرت دمرت دمرت. ولا بس دفعة جديدة. لا دفعة. ولا شات جون. شوف الضرر اللي يسويه. عشق عشق عشق. فين 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 ده فين فين؟ خذ ابوك موت. كيف انا برصاص ولا طلقتين بس؟ خلوني 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 اغير السلاح. ممكن لو غيرتها سلاح، سلاح ثاني فيه له رصاص. ما شاء الله معي اكثر من سلاح. انا اجمد واحد. والله تقريبا ذا ما هو سيء. انا احب ذا. ان شاء الله الرصاص انه يعني زي ما تقولوا يكون فل. خلونا نغير السلاح ذا، نحط ذا. يا عين عليك الحمد لله مليان. صراحة شيء جدا جدا حلو. خربت امك جاي لي هنا. احنا فين اظن باقي لنا واحد. فينك فينك فينك؟ اوه هذا المكان اللي نبغاه. هنشوف كذا. يا سلام، جمعنا معلومات.
بس خلونا نقتدول اللي هنا. ولا ولا والله السلاح ذا مره رهيب صراحه. اعتقد بقينا واحد بس, خلونا نطلع ونهيه. اوه والله ما كنت ادري انه مره قريب. يا سلام عليك, نهنا الحمد لله, نهناهم كلهم. اوكي يا شباب, راح ننهي الحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده, ان شاء الله راح نكمل الحلقه القادمه. اتمنى انكم ما تحرمون من دعمكم وضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب, وان شاء الله اللعبه دي راح انزلها بشكل يومي لما نختمها, فاتمنى ما تحرمون من دعمكم, وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.